إن جماهيري إن جماهيرتي وحان رابا إن عاوة هالكان كلا هلا أيان دونيا إن جماهيري إن إس إس سي وي جوليستي إس إس سي وي جوليستي جوشا إن لينو قدام بيا ما في عنا مركز جماهيرتو هديك توناتو وفت عرس بيا مانتجوغا مقالدة لاس عانوت عاوة كسوغان إن وفت داسي ووفت هير فدرالة ومسؤولين سرسري مركز أمني قوضة هلا سوغو إن جماهيرتي عدمة إس إس سي وحان وقو باقيا إن عاوة إس إلاليان وايو مسبح وحور رواني مانك القشاش أرجع حسادة إنه يستعمله ربع أو حاجة يجوري كسو قليو مركع إذا ماذا وحوي إس سي وأين يفاجنان إير هذا موجيان إذا ماذا وأين في دونادان أو وحوي جد كستا أو إن صار صقلا ما لاس عنا صقلا وأين سي هذا قلوا إلاليو مسبح وحور رواني وكفى إذا يستو إن مرتدى هير فدرال إيه جوكته أيوه ربع إنه لبيك صدا أيوه ربع قرحيو يدل القرشيسن سوى حوي أي 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 أي, أي خن أقو إكاتو إن هذا الكيان هري وراقد وصوصر إيه هيد لاس عنود إني أرجع سجوكتو سيود نبودو أيوه ربع إنه دلول قرشيسن يا قرحي الله بيك صدا أيوه ربع مرتدى إيدين جوكته مركز شعب كإس سي وإني كدك تونادان سيب عيد مضى وإني فجنادان فجنان إيرادة وإني عيد مضى أي 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 موجانوي ودك استا يو حوي دريق استا أو صول صقرة وإني لا أتكيو سيب عندك يجوري أرجع سدو عاوز ديارنا يسا أرجع سد إس إن إم ويس ديارنا يسا مركز عيد مضى وإني دكتونادان ما دام ما أنت مرتع علوس أو هير فدرالة أو أقانسي إس سي ودي أي مقالة كسوين يهين عيد مضى هفي جنادين انت waxaan kaga baxayaa digniinta aan u diray ciidamada ICC ee xaqoodirka waxaan u golayaa imaatinka madaxda timid magaalada Laascaanood waftigan federaal ee magaalada yimid laba ujeedo u yimaadeen koow horta inay waxa weeye indheeyaan Laascaanood iyo maamulka ICC ee la dhisay inay waxa weeye ay daraasad ka sameeyaan si waxa weeye madaxweynihii iyo madaxda federaalka ay warbixin ugu gudbiyaan taa waa qodob kuwaad u yimaadeen qodobka labaadina waxa weeye madaxdani إن وحوي الشعب كلاس عنات إن أي مورال سيان أو أي وحوي الله شيران ما دام يكجرين مسؤولين كسوجدة ديجانك مركا إن عش شرف تلو سمي يقدر ما تلو سمي بيرت يجوري مقالة يجوري لو سمي أد ب وحوي الجماهير تجو فرحين سي في عم بان لو سدوي وحوي سهر كذا صر هيو أياد نوما موسين واسيدا وحوي جوب النمدة أه لوجا برت الشعب كإسي سي شعب كإسي سي وشعب جوبة oo ka gubsan nimanka ay sayeen waxa weey muusabiix uu horbooday taasii waxa ay ka muujinaysa sida ay ula dhaqmeen maxabuusta SNM ay qabqabteen iyo sida goobnimada iyo milgahaale ay maanta u soo dhaweeyeen madaxda u timid ee ka timid waxa magaalada Muqdisho casharafta loo soo dhaweeyay ee muunadale aad baan u soo dhaweeyayna waana ku dirsanay taasii waxay signal iyo waxa weey fariin u direysa إن شعبك الصوماليات ملء يكونوا ليهم بقى شعبك إس إس سي إنه يهاي شعب سود جيدة شعب نال شعب وحوي جعل من ملء ومدى الصوماليات وحا كتوسا يسا سودوين تا إلا قلبت إلا ما أنت وحوي إلا لو سميني إلا عاو إلا بري أنت جوان لو سمين دونه شعبك إس إس سي سيدا يوغاقو أنت هاي جعل كيو هيا من ملء الصوماليات سيدا دراديت وإن وحوي دولد فدرالك الصومالية وإن إسي شروع الآن وأقصت مملكة إس إس سي وأيوة مملكةني وأبوحيي شروطه مملكة قبلت أولها وح كدمني مجرن مملكة إس إس سي مدحوين ولي هاي قلت حولي هاي إن محاكم حجين ولي هاي قدونك حولي هاي إن برلمان كلي هاي سواء كان دوان مدحوين هذا هو مجا عابد دونا إن قرصاركي أيوة مدحوين هذا الله يمر ومجا عابد دونا مركا دولة فدرال كوحنا كعصنا هنا أنا جو كوه الله يأفك شعب ك إس إس سي يا جماهير الصوماليات إن سيد وجودك دك بدن مدحوينه رزوزارهم أي أقون صدان مامل كان عرضا كأه وحوي شروطه مامل بوحي إن أي أقون صدان أيان كعصنا يا دولة فدرالك يا مدح ذي ده إن أنت وحنا وجود بيا إن محوها إن عصي دولة إن إماتن كمان أنت مدح لهم وحقات وان حي أو هنا قوقو أي نينك لبح إسماعيل عمر قيلة إذن كادو تقانان أنو لكن أنو ويارو إسماعيل أوراق نينك هاسي عاوة مسيحانين برايا شاركي واكو كعسان إسماعيل وحو إسكو دايي مدحوين حسن شيخ بو آد ووعي إلا حالة إلا مات إلا شالي ووعي وحو إسكو دايي إن محوة مركي أغو حنتهاينة إنو تيرادة وفتي غوصو ديغو مركي أغو ينتهاينة وحو إنو باجيبا إن محوة هباقشان وفتي إكو يمادين لكن مدحوين حسن شيخ محمود قاشانك أيو ضروري وونا كديدي مدحوينو هاد إنو ديرين يهيباد مودا
oo siyaasadda arrimaha dibadda iyo tii gudaha uu dhirin sida waxa way ugu dhirin la dagaalka alqashash qodobka kale oo ku saabsan dalka Ethiopia ayaan meesha ka maqnaayeen oo ayaga laftigooda aad u xiiso badan barnaamijka waxa ila falanqeyn doona saaxiibkay ninka inta badan ka faalooda xaaladaha dalka Ethiopia waa shide oo inta badan indhaha ku hayay xaaladaha ugu dambeeyay dawladda deegaanka Soomaalida iyo waliba xiisadda ka dhaxalaysan dalka Eritrea iyo waliba dalkaas Ethiopia shidow soo dhawow waan dhawaa saaxiibey هدي aan ku horeyna bal xaaladda qallafsan ee haatan ka aloosan labada dal iyo waliba dagaal laga cabsii qaba baa la yiri in uu dhaxmaro waa labada dal ee kala Eritrea iyo Ethiopia muxuu ka bilaabmay oo bal arintaasii ku dhaqaaq aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Colonel Faragudow dalalkan Eritrea Ethiopia muddo badan ba meesha caalamka ee dalalka reer galbeedku dhamaan way ka digayeen iyo khubarada ka sii xaaladda Ethiopia ka hadash ama siyaasadaha geeska Afrika ka hadash dhamaan way ka digayeen marka waxaad moodaa hadda inay soo gaadhay goobtii ugu xumayd ama waqtiga ay farahaas saar lahaayeen labadan dal waxaa dhacday inay ciidamada Tigray iyo militariga Ethiopia iskaashanaya ay ciidamada Eritreana oo ka badnayn adu meelaha 300 iyo kontan gaaray goob ay ku sugnayeen inay hareereeyeen kadib markii go'doomiyeen ay codsi u direen inay is dhiibaan haday is dhiibaan inaan la dhibaateynin ciidamada waxa la yeelay laba gaashaan loo sarsare ayaa ku jiray oo ciidamadaasi hoggaaminay iyo technique hub ay wateen marka ciidamadii markii waraaqo loo diray la yiraahdo dagaalamina dhulka waa dhul Ethiopia idinkuna waxa tiin Eritrean Eritrean anagu colaad aan u hayno kala tama jiro ilaa dhulka ay ku sugan yihiin si aad uga bixleen ma laga talinaya leeymada cilmiyoon soo dhiiba ayay soo dhiibeen gacmay soo tagteen hubkoodina ciidanka Tigray ayay si toos ah ugu wareejiyeen Tigraygu markii haddana marka ma ciidamada Tigray ee TPLF mise waa ciidamada makalkayaga way meel makalkayaga Tigraygu hadda way sal socaan TPLF iyo hadda waxay heshiis ku yihiin Abiy Ahmed ba inay dalka si wada jir ah loo difaaco Abiy Ahmed waayada ugu dambeysay hubkii ugu cuslaa wuxuu geynayay gobolka Tigrayga ciidamuhu geynayay ninkan Geetaajo Reeda la dhaho iyo Abiy Ahmed Briyaan mise hoose u wada shaqeynayeen oo maadaama ay shuruudihii dagaadeen heshiisada galan Tigrayga iyo dawladda Ethiopia ee Pretoria ayaa waxa uu dhigayay inuu Abiy Ahmed uu dhaqan galiyay inuu dalka xuduudiisa dhan la soo xiro Abiyna qorshahaasi way ka go'antahay sababtoo ah Abiy Ahmed wuxuu rabaa inuu dalka Ethiopia uu sii haysto 30 sano ay soo socoto inuu xukumo rabaa laakiin dal gudihiisa lagu jiro oo jamhada lagu soo kicin karo oo ciidamo lagu abaabulay sida hadda faana qorshahan faana oo dhan Eritrea ka dambeysay Abiy barnaamijkaasi sidoo kusoo xillaa falkada ku jira marka waxaa dhacday in ciidamada Tigray la isku daro iyo militariga la isku daro oo dhulkaasi ku sii ruqaansadaan dhulka Eritreanka ay iska maamushaan kadib ciidamada Eritrea go'doon bay dareemeen marka waxaa suurta gashay inay ciidamadaasi soo dhiibaan hadda Eritreanka waxaa la leeyahay waa la furfuray dhammaantood waa la kala furay ciidamada ku jooga saraakiisha dhanna waxaa la yiri wadanka waa in laga tarxiir wadamo kale Yurub oo kale iska dhiibaysaan Mareykan oo kale inay tahriibin ciidamadiina la soo goosta Ethiopia ku soo warta waa dad tahriib iyo maartaas waxaas ku caana maalaan dhulkooda Eritreanka Ethiopia kale ayaa Eritreanka waxa uu Eritreanka Ethiopia kale qani bay u yaqaanaan waa dhul qani ay u yaqaanaan meesha Ethiopia ka inagu aanu naqaan inay dad gaajisan oo sabool ah oo dhamaantood qulqulay oo badaha ku qulqulay oo tahriibayeen Eritreanka markay Ethiopia kale yimaadaan barwaaqay soo galaan oo iyaga cadaab ka soo baxay marka labadii dal xaaladdu aad iyo aad bay u cakiran tahay marka ciidamadii soo dhiiban hukoodina lagu Eritrea ay ka warashay Eritrea maxay qaaday talaabay qaaday talaabada qaaday waxa ay wixii hantay gobolka Tigray ee dhulkaas yaalo dhanba weer lagu qaaday 600 oo neef oo xoolo oo dhulkaas laga lahaa oo ganacsato iyo dhul maartay beero qodota ay lahayd iyo hantida maguurtada ah sida gaarka loo kaydiyo iyo xoolaha ee maartay inta badan ee xoolo geela magaalada iyo looda magaalada ee beeraha lagu dhaqdo wixii oo dhanbay boobeen 600 oo neef oo xoolo la kaxay oo Eritrea loo talaabay dadkii wata iyay wal afduubtay ciidamada Eritrea afduub bay bilaabeen afduub inay hantidii booban xoolii dhaba beerihi goostaan wax walba ay bilaabaan ilaa 100 beerood bay waxa la yiri waxna burburiyeen waxna ay goosteen wax ay ka tageen ba male marka hadday baash bilaabatay marka Tigraygu waxay bilaabeen inay hadda maleeshiyaadki soo daabulaan goobtaasi hadda goob colaadeed waa ciidamadii ugu badnaa ayaa halkaas la isugu keenay oo tiginkada nooc kasta wata dawladda Ethiopia marka taarka meel kasta uu is gaaray in dagaalku inuu bilowday xabad umayn hadda afka bixin Eritrean way is diyaarisay oo wuxuu dhan way soo dhameystirtay Ethiopian way soo dhameystirtay dagaalka hadda xabadu ma afkaga bixin marka xaaladda maxaa marka su'aasha la dadku is weydiinayaan ciidankan miyaa la qasbay oo is dhiibaa lagu yiri mise ayaga sidooda codsiga u geystay arintaas la kala garilaya meesha laba xogood baa kasoo kala baxay TPLF iyadu waxay sheegtay inay ciidamadan ay xiriir la sameeyaan marka hore horta ciidamadan intaasoo jarba de farriin loo dirayn oo la dhulka ka baxa Eritreada kormag la lahaadan weydiis ciidamadan uma baxay lahaan markay bixi waayeen ciidamadaasi Tigray waxay sameeyaan nimanku way isfahmayaan Tigray iyo Eritreyan waxay ugu baaqeen in ciidamada la xiriiraan ciidamada markay la xiriireen waa hal bay la sameeyeen baa la yiri kadib ciidamadan saa ku yimaadeen xoga kalena waxay leeyihiin militariga Ethiopia kasoo baxay nimankan waan go'doominay marka laba mid
إني نردلو إن تصير نبض سودي بتاعنا هذا سودي بتاعنا إني نرتابين نشروط أنا برجع إذا ما سأست سودي بين وح عطينا إذا ما إن أنا أيوة ربيتان قط كوي منا سراكيل بكسعد سراكيل بلا سعد لبس رجال أو ولا قاشان لا يلا وإذا ما بدنا هزتي أي كوجرو إنه قعدون كمش كوب صدق أي كوب عطينا هكذا إذا كبتين مش كوب جل لبس رجال سراكيشن مش باش بكوب قبض صدق مين إذا كي أي أيوة تين لما صعد وحركة الوجوه حركة الوجوه حركة الوجوه مو خد بينه حركة وحاله إذا كان ciida socdaala oo meesha ka soo baxay saraakiishan galbinay maadaama yartir iyo lukaas ku xireen ayaa ahaan marka adu already ee ciidamada gacanta tikreebay ku jiraan tikreebayna maxabisuun saraakiishan tikreebay hada maxabisuun lamaanta xabsiga la dhigay waa la hayaa inkastoo heshiiska waxa dhaxmar waa halkeen is dibaaray inaan la taabanaynin laakiin de waxna waa dowlad oo sidoo barnaamijkan aan dowlad markay sidoo gacanta ay wax ku dhigto ayada go'aanka iskar sidoo la keyeyaysa marka xaalad dagaal xaalad colaad halkaas ka tahay labada dal waxa mooda tood inay bilaabatay Ethiopia Eritrea xaaladooda lama saadaalin kara ee xukuumadda siyaasada si weyn bay uga digeen dagaalkan hadduu qarxo dawladda Itoobiya khatar bay ku tahay dawladda Itoobiya khatarta ay ku tahay waxa way Itoobiya hadda in caga badan ku tagneen dagaalka ka socda digaag ahmaara dagaal culus ka socda faarad iyo buuraha saaran tuulooyinka deegaanada maamulo sameysa ayadu ka talisay military Itoobiya go'doon ku jiro oo diyaarad wax kor oo keentay ee gobolka ahmaara ayna gaadiid ka bixin military aad sanow u bax kamar soo qaada diyaarada wax keenay marka dagaal Eritrea la la gala faa'iido uu keenayo ay dadku isweydiinayaan waa garanay shidow marka ee maxay u muuqataa labada dhan markii la fiiriyo maadaama diyaar garow ay ku jireen waxa la saadaalinaya inuu sanhaatan dan u ahayn dalka Ethiopia inay dagaal Eritrea la gasho mid labaad ciidamadu ma yara ciidanku waxa lagu sheegay 300 oo askari baa lagu sheegay marka Eritrea ma laga yaaba meena gacmaha ay bilaabatay aad ugu dhowdahay mise wax weeyaan daandaan sabab sugeysayba ma Eritrea aan gacmaha ma laabanayso haye Eritrea aan ay wax ay sheegeen ay sheegeen ciidamadaas ayagu si iskooda isu dhiibeen oo dagaalka isku soo dhiibeen Eritrea ma qoreyso Eritrea waxay ogsoon tahay ama ayadu ayaa aaminsan tahay inaan ciidamadaas la qabtay ama la afduubay ama si shirqoola jid loogu galay Eritrea qorshahaas ayay aaminsan tahay Eritrea man cafinayso ciidankoodaha lagu haysto gobolka Tigray ama Addis Ababa lagu haysto Eritrea dagaal bay ka doorbideysa qorshahan waa ba bilowday caasimada waa saansaanta iyo colaada iyo hubka iyo taangiyada hubka casriga la soo saarayo saansaanta si weyn baa looga dareemayaa oo casmara way is diyaarisay laakiin Ethiopia si isku dhigay aleed baa ay dadku isweydiinayaan Ethiopia goolka ahmarada ayaan ognahay caqabada ka taagan inuu Abiy Ahmed qeyla dhaans daba joogta wado military qudhoodu inay wada shaqeyn fiican ay lahayn oo khilaaf badan ugu jiro Abiyna uu cadaadinayo laakiin ma Tigray kaliya dagaalamay Tigray yartii ma la dagaalami karaan taana waa qorshe kale Tigray qudhoodu laba ay kala jabiyeen oo mucaaradkii oo dagaalka u dhaneen oo Tigray way hor way wada socdeen mucaarad maxaa dagaal ku wada jireen laakiin hada Tigray uu dagaal ku wada jiraan qaybta geetaa jireed way wax waxbata kuwa ka soo horjeedo jiro ka soo horjeedo waxa jira dhahaya Abiy Ahmed kala dagaalaynaaba marhabada saareena marka Ethiopia kala tag wadadii kala taga ay qarka u saaranta ee aad iyo aad baad u mahadsantahay shidow ee dhanka kale wararka kale xasaasiga daawadayaal idin hayna waxa kamid ah in ciidamada liyo booliska ee dowlad deegaanka Soomaalida oo maalmihii ugu dambeeyay ku sugnaa deegaanka hoostaga degmada Shilaab ee gobolka Qorxay ayaa la tilmaamay inay kabaha la dulmareen milishiyaha beeleedka ka soo gudbay dhanka xadka maxaa ugu dambeeyay jada ee galabta ayuu dagaalku maanta ayuu bilowday horta maanta ayuu bilowday dagaalku ciidamada liyo booliskaana dagaalka qaaday maalmihii ugu dambeeyay soo dhan waan waxaas cutay ahaa inay oday dhaqameed ee deegaankaas ka soo jeeda iyo kuwa dowlad deegaanka Soomaalida oo xataa madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida ayaa lagu xamalay inay dagaalkan la baajiyeen laakiin milishiyadkii ayaa ku madax aday inayna baxin oo deegaanada ay ku sugeen ay ku sugnaanayaan ciidamada liyo booliska inay nooman dowlad deegaanka Soomaalida ku dhawaad waxa gaadhaan maray qeyradaanta warbaahinta ka soo baxaysay ee ahayd sayb ku suurta gashay gudaha dowlad deegaanka Soomaalida inay ciidamada ka hawlgalaan ka baxsan dalka Ethiopia inay ka hawlgalaan tii qudhiga xanuun ku gaaray ciidamada liyo booliska way ku kala qaybsanaayeen ba dagaalkan oo qayb baa lahayd dagaalkan gal kuwan waxay leeyihiin madaxtooyadan amarka suweynaa adigu waxay atab dagaalka waa la qaaday faraha la istaaray maanta marka intii ka horreysay idil ciidamada maleeshiyaadku waxay ku sugnaayeen dowlad deegaanka ku sugnaayeen haa dowlad deegaanka ku sugnaayeen gudiisa ku sugnaayeen haya xuduudda dowlad deegaanka ee ku sugnaayeen qudhac shiriyo waxay ku sugnaayeen iyo deegaanada hoostaga oo ila fadhi garaadi iyo deegaanada ay dhul badan dhulki maalin hore ay dagaalka ka soo galeen halkii meena dhaafin ba halkaas ay ku jireen ciidanka liyo booliska meel baa lagu hortaagnaa oo ay dowlad deegaanka Soomaalida tuur halka ku sugnada marka waxa qorsho dowladdu qorsho waxay qaaday in afar gasho laga galay nimanka maadaama aad u hubaysnaayeen technique badan ay wateen adoo nimanka waa la jibiyay waa la xasuuqay meedkooda dhulka la waray ciidamada lagu sheegay inay sodon kor u dhaafeen ay meedkooda meesha kaga carreen meedii dhaawacay badan way qaateen iyo saraakiil gaadiid badan way ka carreen halkii laga gaba daba hadhnay dagaalku ila gudaha isla galan gudaha Soomaaliya isla galan hadda waxa xogaha rasmiga ah waxa sheegay in dowlad deegaanka Soomaalidu ay xuduudda ka talaabeen
ويعتبرون كيلومتر نجودة وقال الصومالي وإنما كود بجوجان ميد يجادي بدل كعرين يجادي ملك جبان جرا كتجان يو قرية يود وين تورين يو خسارة بأم بنمك يجاري ده خسارة هسي إن قلنا إن عيدك زوج لسي لو أنا باقي بدل ما لودر وهاي عيدك ديان كبعيان إن أنا لو إن عيدك عيد الصومالي كي مت إنه هو تان ويتوب كمنوع يجي وحاس لو ويكده قاعد يكستن وبيلهم بقولي وحنا بيل برمش كوه هنا ولا بيل برمش كدي في عنا أيضا وصلنا دكتور الصومالي إنه ديان كود الحين عيدك كود كليه شرع ديان عيدك كود مرك كود يتعدنا يعني شدو عيدك كود يتعدنا عيدك أنت ركض دوم على لقيا سين تدو حالا عيدك حين تضاب غل تدو حالا وكم بيكون وين تدو حالا تضاب غل وكيريهن لكن تكنيك وحوتين ثمن يكدو وعبد بريال وقرية الشيكاي سارني هيو يقول يا خلاص وحبوا دمان أيسان أورك ديار سن بياهين ماشي بريو قد ما يروي كوجيل قلنايين لكن هذا عندما دوال ساري ليبورس يقولوا ميهال كيسوين إنك استوى قلوا سلكيل بنا ليبورس كمش كل هذين وطيارك مش وحيل بدن كيسو قادني هذا ندور دين سوماري قلوا وين مشي كتوك شكتين إنه كمش لقى ساري حدودنا الصهري عندك ليبورس كنا أي كل هذا جوجان بدهم بحث تكملجيات جي سوماري كيسو تلعبه أي كده بجوجان بلير عيدن تقدم بعدن كليو بورس كالتلمام بيعني كقدر انتهى المشهد لأنه المشهد اللي معي لكن حاليا سراكيل بدن أيام ما تلير سراكيش معي عيدن رومشين لكن عيدن بعدن تيو ليو بورس كا مشهد كده انتهى وده تقال هدول عسيسو حبضوا إن ما تقانوا نكون له قرآن يكون عز عز ما تقول عيسى لكن مهمته حوال المشهد يعقب صدق وحاضر رانا الحين إن ليو بورس كله جبيو المشهد إنه ممكن لقي سارو ولنا أسيات كذا أبابل كي قاتي تبان كبر كده يدور الدين سمارده ay kisu guri ciidanka iyo booliska jigiyo gobol kale ay kisu daabulaysay shilaabo lagu soo wado qulqulay inay guuldarro ka soo hayto taas ay ceeb uga badnayd laakiin maanta way guuleysteen ciidankan waa la jabiyay nimankii waa laga saaray xuduudina dowladeenka Soomaalida ayaa gacanta ku haya dowladeenka Soomaaliduna hadda dowladeenka Soomaaliyeed uu seeninki Mustafa uu ka maqan yahay in Mustafa adisa wajoo xuteed raadinay taageero raadinaya taageero balaan xisbigi isku shaandhayntii iyo kulanka xisbiga barwaaq ayaa soo socday Mustafa wuxuu yiri waxaan raadinay taageero xilbaad يقول هذا هو تغيير كذا دنيا. أنت سبب رحجوا. ساعدنا وحول كل ما يسياسين دحمارض كوا رمضة كوا قومي ده كله. لما أنت كل ما حساس وانك عايز كذا. سيد كرسي كوجو جلها. لو أقول عضين لها أما همارك ماشى للتقو. عد كديد ماذا يحسب يقصين الهاي إنه مصطفى سيجوا دي حلك لقى قاعد. ما هذا مصطفى حسوا وحوجك إنه بتجي هذا. قدرها بزوا عد وحوكوا يروح حاتها يمدح وينها دجاج. أنت عن كأي مريو. عد عن أدي أهل حلك ما هنكرتيد. حد مدح وينها دجاج وحوجك إنه بتجي هذا. وكسمع بالحويني بقى جوجا وزير المحتوى جوجا وزير المادية جوجا وزير الكلام أي ضرب بقى جوجا إيه ماذا حلو كحاجي إيه ما حلو كحاجي أما هو إيش خلاصين واقف طب الله ما كان قاعته حس بقى لو بلنسين جروب لم أو عبد هوري يو وزير المحتوى ده أمان بحب بلنسين إن ماشى بركة تاني مصطفى أيوة عضاني أنا حلو كلامي قاعد يو عضاني أصلا ما بس وتجي بنت حس بيشيل كذا فرماي واقف تغيروا رادني يعني هاي دوله بصور إذا مركب نكى مصطفى والله يا عيبا مصطفى والله يا عي سبب حو جوجا إنه بحكم بقى يهدو جيجي ما يهدو مركو ديال جيجي راح حس بيجوا فرمان إنه هو يا وحبه ربع إنه بعش وحتى سير أستسير أما يستو العقوب بحنا يا خرجوا بحنا يا بلقاديو سمينا يا دول الدجانو العقوب بحنا يا سياسيين دول رم بالعقوب بحنا يا هل كاس وكل السنة يا إنه حس بيجي راح يزلو دفاع أجلس وزارة يتوب وحو يري لازم أسكو شعرتين ويا مبير وحلو بعدين وجيه عصب هالشيء كتير يا قرة يبى ليه إن أنا ما لحظة تجري وأنا فرح سنين أنت أخرج أركان وجود أركان كتاج جرد ست نبأ حس جودي أي أحمد حتى مركي وبيج أباي لتجي ماش على كلهم بلغت سؤال لسكوي ديني مصطفى مر سؤال شو ودي وحياه مصطفى وحاله يروح وحات شيء كتاع قعدت مدق أنا لوقبن قعدت بيح وكلي أنا لوقبت مصطفى وحيري قعدت مدق لوقت قعدت مدق ولوها جاية لكن قعدت بيح وكلي بس لوق هذا وعالم كبير جدا جدا وحلو ويدي تاريخ أي تكريج ولا يهين أو 5 minutes 5 seconds أتكلم كوبي كرت مجدتا مجد تبير تكريج وحير تاريخ عاوه هديلا بالله سنة تلاقي ما بحيب تاريخ إلهي مر تكريج واقرت تاريخ لسوق كوبي كرت ما بحيب أي ودي دلك يتوه بنا تاريخ تكريج بس على زنداي أي تاريخ لو دل يتوه بينك وينك إلهي ما بتجرب أي مركا ماشي سؤال بضم مركا وسؤال كذي سأحير سؤال كذي سأنا ماشي ما أحد لقوي الدنيا. مركا نيكن جيتاج وراء ذا مركو فرديه وأنا سان جيتاج كبير ككوجرة نمك خلاص اسمه يوصيان. لكن أزوج الزوجة ذلك هذا مدة. قاب كوفردي. قاب كوفردي. ونيكير أبي أحمد تقول عدي كا كا كا. مركا رزق الزوجة روح ما كعبها علينا رزق الزوجة تام كعبها علينا بالني. توقص الأشك عدي يوري ما أنت أبينا رزق الزوجة ويا رزق دي. هاي. رزق الزوجة ربي. هاي. أبى ترى قص وقصلي على رزق الزوجة. والله ما تعرف كيف رزق الزارك صبح الحين هوري قلبي مزين هيا مركو أنا وليس ما ذي إنه دار كتبه تكريم أمره
هرتو وأنا مكو وأنا من جبي ويا شدو وحوي توبيا ديوان أرجنا أو مر هدي بإرتري هذا أي أم إيا لسنة السحالة دو وإكوحون تهرت لبدا قضب يقوه وينا برنامج كان أنا أقول الله هاي لبدا قضب وها أدي قصوكو بيا محدكو داري لهايد شدو نو ديغان كسومالي دا نوحاك جرا نمان وايد ودي بيسو هرتو بحاج جرا مصغ أدبال أنا باك جرا مصغ مالي بميل بوجوغي دولود ديغان كسومالي دا حدو حركاسي قصد هذا عا وحيلا سيد وين نسوي الدين يو دولت دين سو ما الشعب كيسوي الدين يا محوي عقل أوروريا دوان أو أيدات كان حستو دولت دين سو ما له أوروريا أنا أوروريا أقول تليو بوريس كا أيات دوان دوان حقي بيه قال كنا بتجلي هذا يمدحون حقي دولت دين سو ما له يتريه ليو بوريس كا أيات قيبي دوان بيسكو يا دوان بقول لا بيركور بعيد من مرن وين قبل العقد السويدي مرك ده بقول قف أيام شهر كاني جدي العقد كاني يجنا حستو دي العقد مركي الاسمر وهي العقد الأقاجم وهي وحلو دي بزير محتوى اللي دي العقدي عجل كلا صوت وإعدادك العقد السي جودي جرعت أي هذا دبك حراقة وحالياً دولت مصر بيكون أغلى حتى نادي الأعضاء أيوة وحكي كان بقول يسال مليم وبربا كندا ونكون دي ليو بورسكي كل أنتي يا مدين كل سؤال جميع لقي بدت كذا دولت بقول قف يسوق حس وكمان دبك دبل وبر عجلك دبك لقى دومي أي هذا ما جرعت برارجاني العقد أنت لكن يا دكتي أو لما أنا ماشي لو بدو عي لأن أنا جم شو حقوق بدو يربو كل كشكت كوبا شكت كونت كون كوبا شكت صدق كونو بير العكس التوت المركي لو قلوبته صدق مركي لو قال لا ما قمي ده عن عصتي هذا يبرر وين حقي مريء يا إلكتر العكس الحلو دي وزيك محتوى ده وزيك محتوى بقول قف أو كلية وهذا اللي لا بقول كهس وادت قرش الله صحوه أو كلية غير كذا يرزقه له بقولكم بلاو بلاو إلا صدق بلاو خيبي بل أدو بقول يسجل مليون بقول غفقي مغواد تلاقيه والعجل ترى بدل مركب وحي مسوق هوا مالك استدرج جزية لنا يعني نمكي عدد ما أنت هدي له وحبال وانا ستة ورعاد مساج وحلاقورون تقول ديك سماه وحيل أنا العكس نقولي تبرعاد دي له مساج هل كاس مسوق مريا يعني دورد وحوي المحشون السبهر وحي قاعد أي مارت خي تدك شعب كعب شعب كعب كده حكروا مسلسة هدي له وداد بمانت العجور روري حتى فير مزاجي خبدار صلواتي هلا لسه جناست العكس أدري دولت بحاول دي دنتها أتسمى جديا على سامر جديا قدومي هقول على سامر مسلسة كعب لما دمن كانوا العكس تقول بجودة يسوي مسلسة كعب لما دمن كانوا واحد بحاول أنا جم حنا لسه بروى أنا على العكس وحلو لسه أنا بجت كرين لين كلها دولت بحاول سوى قرتي ماشي ما مرت الحس مسلسة كعب تاريخي إنه أسوي سكدة دو سكدة دمنا مالك هلا دك مسلسة كعب سند ورانا حد أنت سكدة سنية هاي يعني اللي تعبان دولت على ورقة صغر قدومي والله صدق أمر كان بيحب عليه بورس بلا دولة جاي وحول بحاول هدا الشلن لقاعدة يعنون يعني دولت الواحد رم وعنون ومسوقي أو شاطية ووين يجاك هذي الله صدق دوا حتى دي قرطة قرب جوكت مساج كده سيسة أنت المساج بان مساج وين من دوني نو أنا قاعد صدق إنسان العقدة حتى أنا دولت دي عن صوم مرينا مساج ساعدة ولا دمن ودولت العقدة هو رجل رئيس وكان يسني مكا إنجنيير ده واحد سعيد marka waxaan badi ani war sheeko kale oo hadda barnaamijka qaybta gabagabadan soo gaarnay ayadana gaar ah oo jirtar waa jirtaa oo message-ka marka qaybta dambe ayaynu ku soo qaadan doonaa dadku wayna la socon doonaa aad iyo aad badu mahadsantahay shide oo inta badan ka faalooda xaaladaha dalka Ethiopia dawl yar barnaamijka nafaqadaada imaha ayaynu ku soo gunaanadeena inta dib dambe ugu kulmo doonaa midkan mid la mid ah waxaan kaga tagayna sidaa iyo nabadgelyo